وقال السيد محافظ البنك المركزي امبارح انه هيعمل مؤشر الجنيه، وهيعمل ايضا انه الجنيه يبقى مرتبط بعملات كثيرة مع الذهب مع اشياء اخرى. ده يعني ايه؟ يعني ايه هيربط الدولار بمؤشر الجنيه؟ انا عايز اشرح لحضراتكم علشان دي حاجة هتتعمل في البلد، يعني دي حاجة مهمة، حاجة بينظر اليها انها وسيلة من وسائل التغيير، وهتقروها كتير في الفترة اللي جاية. فانا عايزك تعرف يعني ايه مؤشر الجنيه، يعني ايه احنا مش هنبقى مرتبطين بالدولار بقوة. الاستاذ هاني جنينة الخبير الاقتصادي، اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا استاذ عمرو، ومساء الخير للساده المشاهدين يا فندم. بشكل مبسط كده قول للناس ايه هو مؤشر الجنيه اللي البنك المركزي عايز يعمله. بكل بساطة هذا المؤشر عامل بالظبط يا فندم زي مؤشر الاسهم مثلا في البورصة او مؤشر التضخم، هو رقم واحد هيلخص للي هيستعمله سواء مستثمر او مصنع رسالة واضحة جدا، هل الجنيه مقوم بأكتر من قيمته مقابل شركائنا التجاريين، يعني مش مقابل الدولار بس، مقابل الدولار واليورو والاسترليني والين. فواحدة واحدة كده هيديني رقم، هيقول لي انت كجنيه انت عالي، انت مرتفع غالي، منتجات مصر مثلا بقت مرتفعة مقابل منتجات الدول الأخرى، أو العكس صحيح إنها منخفضة، زي بالظبط مؤشر البورصة أو مؤشر التضخم. حضرتك عارف مثلا يا أستاذ عمر عشان نبسط للناس أكتر، حضرتك عارف إن إحنا من أول السنة الجنيه وقع قصاد الدولار أو نزل قصاد الدولار بحوالي 20%، يمكن ده الرقم الوحيد اللي الناس كلها فاكراه وعارفاه عشان إحنا دايما فعلا بنبص على الدولار وده تاريخيا في مصر. لكن لو قارنا مثلا الجنيه مقابل اليورو احنا نازلين اقل بكتير، نازلين يمكن 6 أو 7%. لو قارنا الجنيه مقابل الاسترليني احنا نازلين فقط 4% كجنيه. لو قارناه قصاد الين الياباني الجنيه المصري مرتفع عن الين الياباني، يعني احنا عملتنا اقوى من الين الياباني السنة دي. فبالتالي كل الدول دي هي شركائنا، في حاجات انا ضعفت قصادها وفي حاجات انا قويت قصادها. فبالتالي عاوزين نعمل مؤشر بصورة عامة يدينا رقم كده في المتوسط وطبقا لأوزان هذه الدول وأهميتها بالنسبة لمصر. ده هيفيد في إيه يعني؟ يعني ده ممكن يخلي الجنيه أفضل قدام الدولار؟ معلش هرجع تاني برضو لأن الدولار عامل لنا عقدة يعني، فده هيفيد في إيه عن النظام اللي موجود دلوقتي؟ هقول لحضرتك هو في حد ذاته كمؤشر هو مش هيحل أزمة، هو هيدي رسالة هل الجنيه عالي او واطي. طيب نرجع بسرعه كده استاذ عمرو لنقطه حضرتك الاولانيه، ان المحافظ قال ان احنا مش لازم خلاص نبص على الدولار ان احنا مربوطين بيه كدوله بتروليه. اللي احنا هيحصل في مصر كالاتي وتوقعي، ان هيتم تحريز سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فاحنا هنتحرك قصاد الدولار وهنتحرك بالتالي قصاد كل عملات العالم. يعني ايه تحرير سعر صرف الجنيه قدام الدولار؟ يعني لن يكون مش هنصحى الصبح نلاقيه نفس السعر واليوم اللي بعده نفس السعر واليوم اللي بعده نفس السعر، لا كل يوم هنلاقيه بسعر. يعني طبقا للعرض والطلب، النهارده في وفرة دولار يعني هيتساب لقوته. بالظبط عرض وطلب يا فندم، يعني ممكن بكره نصحى نلاقيه ب 18، ثاني يوم ب 22 حسب. عرض وطلب زي الليرة التركية زي أي عملة. بالظبط يا على فكرة معظم عملات العالم اتجهوا خاصة الآسيوية، الدول الآسيوية اللي هي في مستوى مصر في النمو معظمها محرر سعر صرفه قصاد الدولار. فبالتالي يا فندم المؤشر ده هيقول المستثمر طيب سعر صرف الدولار النهارده مثلا 20 جنيه ده كده مقوم باقل من قيمته او اسف اعلى من قيمته، هل قيمته الحقيقيه كام؟ 22 مثلا يعني على سبيل المثال. فبالتالي يا فندم المستثمر هيقول ده هنا وهناك خطر في الانخفاض سعر الصرف في المرحله القادمه، فيدخل على الاليه الثانيه اللي وفرها له البنك المركزي اللي هي اداه التحوط. فانا كده عملت للمستثمر مؤشر يديله معلومه، والمعلومه دي استخدمها فيه في الاداه الثانيه اللي حطها له المحافظ او البنك المركزي هي اداه التحوط عن طريق العقود الاجل. فالمؤشر ده هيبقى مهم جدا يا فندم ان المستثمرين والصناع ياخدوا رساله واضحه عن قوه او قيمه العادله للجنيه المصري. طيب هو ده يحصل في وقت قد ايه او يعني امتى؟ يعني واضح ان دي مساله اجرائيا هتاخد وقت يعني. لا خالص يا فندم، حضرتك عارف ان في شركاء لمصر على المستوى التقني بس، صندوق النقد بيساعدنا طبعا ماديا المرحله المقبله ولكنه بيقدم معونه فنيه، وصندوق النقد من احد الجهات المتخصصه جدا في اطلاق هذا المؤشر. فالمؤشر ده ممكن عادي يطلق من الشهر القادم او الشهر اللي بعده على الاكثر، ونبتدي نستخدمه بصوره يوميه ان احنا نعرف الجنيه عادل قيمته ولا لا. فاحنا بنتكلم يمكن يا فندم خلال الاسابيع القليله القادمه ده
مسألة مش هتحتاج وقت خالص. بس يا فندم لو تسمح لي في عجالة أوضح نقطة مهمة، إن عشان المؤشر ده يبقى له مصداقية عالية والناس تاخده يعني بصورة دقيقة جدا إنه يعبر عن قيمة الجنيه، لازم يسبقه تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء. يعني لازم يا فندم سنة الأساس أو يوم الأساس في هذا المؤشر، يعني هنبتدي مثلا المؤشر يوم 1 يناير 2023 على سبيل المثال، لازم اليوم ده يبقى سعر الصرف اللي في البنك هو سعر الصرف اللي بره البنك، سعر صرف واحد وحر ويعبر عن القيمة العادلة للجنيه، ونبتدي بقى بعدها نبني توقعاتنا ونبني استخدام المؤشر على هذا. هو يعني حضرتك لما تقول لي تحرير سعر الصرف ده اللي احنا بنقول عليه تعويم ولا دي حاجة تانية؟ هي بالظبط يا فندم، تعويم التحرير هي نفس ان البنك المركزي، بس يا فندم برضو لو تسمح لي في عجالة، تحرير وتعويم الناس دايما بتاخدهم ان انا هسيب الجنيه يغرق. حتى بنسمع بعض الناس بتدي فكاهات على الموضوع ده او نكت على كده خالص. تحرير او تعويم معناها ان البنك المركزي لن يستخدم الاحتياطي لدى البنك المركزي في التدخل في سعر الصرف. طب الناس هتقولي امال هيظبطوا ازاي او هيمسكوا ازاي؟ لا، عنده من الاليات الكثير، منها على سبيل المثال رفع اسعار الفائده، شجع الناس تحط فلوسها بالجنيه المصري. في حاجه تانية، وزاره الماليه تخفض شويه الانفاق فمش هيحصل طلب على الدولار. نصنع محليا زي ما كنت بتتكلم قبل اللقاء يا فندم، قبل المداخله حضرتك كنت بتتكلم على التصنيع والتكنولوجيا والتصدير، هيبقى في فائض. ففي اليات اخرى كثيره للسيطره على سعر الصرف غير استخدام الاحتياطي. أكيد يا فندم. الأستاذ هاني جنينة الخبير الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا.